بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الدخان، ثم بننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية لسورة الدخان، وهي سورة الجاثية، هي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذه السورة افتتحت أيضا ببيان لهذا القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، وكما يعني مر علينا في السور السابقة بنجد بتفتتح بالكلام عن القرآن وبيان عظمة هذا الكتاب، وأن المسلم لا يستغني عن كلام رب سبحانه وتعالى طرفة عين، وأن القرآن هو الذي سيقود الإنسان إلى الجنة والنجاة من النار، ولا نأمن الزلل أو الانحراف إلا باتباعنا لهدي هذا الكتاب وما دلت عليه الآيات من إرشادات أو عبر ومواعظ، حكم وأحكام. وأيضا هذه الآيات بترشد إلى طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ودايما الآيات بتأتي بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، وقلنا أن ده أصل المعرفة هو أن تتعرف على ربك، ولا نقصد بذلك التعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة نظرية دون أن يكون لها مقتضى في حياة الإنسان، لكن ده احنا بنتعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلوب وتغرس في قلب الإنسان، ثم نرى أثر هذه المعرفة على سلوكيات الإنسان. ولا ضابط أبدا لسلوك الإنسان من أقوال أو أفعال إلا هذا الإيمان الذي يغرس غرسا في قلبه، خاصة في تعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى. فربك الذي أنزل هذا الكتاب هو العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، وحكيم سبحانه وتعالى فيما قضى وفيما قدر، حكيم سبحانه وتعالى في أوامره وفي نواهيه، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم سبحانه وتعالى في شرعه. فربك سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، أنزل هذا الكتاب بعلم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يبقى فيها لفت نظر العباد وإرشاد العباد كيف ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، وأن آيات الكون المشهودة
شاهدة على قدرة الله سبحانه وتعالى، كما أنها تشهد على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكبريائه، وتشهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولكن كما تبين هذه الآيات أنه لا يستفيد بآيات الله سبحانه وتعالى سواء المقروءة أو المشهودة إلا المؤمن، إلا المؤمن. دائما هي الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها، وهي اللغة التي نستفيد من خلالها مما نقرأ أو من آيات الله سبحانه وتعالى المشهودة. يبقى الإيمان هو اللغة التي من خلالها بنستفيد بآيات الله سبحانه وتعالى سواء المسموعة أو هذه الآيات المرئية. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دايما مين اللي بيستفيد من هذه الآيات؟ دايما كده العقلاء، ولا نقصد بذلك العقل العرفي، ولكن العقلاء على الحقيقة كما بينا في الآيات السابقة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى اللي بيسمع وبيتبع ده العاقل، اللي هو بيشاهد آيات الكون المرئية وبالتالي بيعظم ربه سبحانه وتعالى ويستقيم على أمره، هذا هو العاقل. هذا هو العاقل. قلنا إن هؤلاء الذين كان منهم التولي والإعراض يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، رغم أنهم كانوا يرون في أنفسهم أنهم هم العقلاء وأنهم هم النخبة وأنهم هم الذين يفهمون. وأما من كانت متبعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إليهم؟ يعني هؤلاء أراذلنا بادي الرأي، يعني كان يروا أن دولة يعني ضعاف العقول. وانظر بقى النخبة كانت ترى في أنفسهم أنهم هم العقلاء، وما دون النخبة يبقى دول يعني بادي الرأي، ضعاف العقول أساسا، ضعاف العقول. ولكن انظر بقى يوم القيامة لما تستبين لهم الحقائق يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، يبقى تظهر لهم هذه الحقائق. لذلك يبقى دي آيات، لكن يا ترى مين اللي بيستفيد بهذه الآيات؟ الآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. يبقى اللي بيستفيد من هذه الآيات، وقلنا الاستفادة مش معناها أننا بنرى الآية وانتهى، لا، يعني أثر هذه الآية، يعني بعد ما احنا استمعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى أثر هذه الآيات في النفس، لما احنا بنرى آيات الكون المشهودة أثر هذه الآيات في النفس، يبقى على ذلك بيزداد بها المؤمن إيمانا. يعني المؤمن دايما مع كل آية بيرقى في سلم العبودية والإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى بنرقى كده في سلم العبودية والإيمان. قلنا لماذا؟ قلنا لأن كل آية يبقى لابد أن يكون لها أثر في تزكية النفس وأثر أيضا في حياة الإنسان فبيرقى. يبقى آية احنا بنتعلمها ما أرشدت لي الآية، إما أن هي بتصحح لنا مفهوما كان خاطئا أو تثبت لنا مفهوما، أو أنها بتصحح لنا اعتقادا، أو أن هي بتأمر بخلق أو سلوك أو عمل. يبقى الآيات ترشد إلى كده. والمؤمن لما بيعرف الكلام ده بيستقيم على أمر ربي، يبقى أنا أعلم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن سلوكيات خاطئة، يبقى أنا بتخلى عنها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بسلوكيات فاضلة، يبقى احنا بنمتثل لذلك الأمر. يبقى دايما أنا بين تحلي وتخلي، إما أنا أتخلى عن سلوك قبيح ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه، أو صفة قبيحة بنتخلى عنها لأن الله عز وجل نهانا عنها، أو أن أنا في سلوك فاضل أو خلق فاضل فأنا لابد أن أشتمل وأتمثل ذلك الخلق. يبقى احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه هي تماما للتطبيق. يبقى هذه الآية ترشد إلى العمل، هذه الآية ترشد إلى ترك مخالفة من مخالفات. يبقى أنا بين في التنفيذ، يبقى على طول أنا بأتمر أمر رب سبحانه وتعالى، إما أن أفعل ذلك إن كان من باب الأوامر أو أبتعد عن ذلك لو كان من باب المنهيات. فلذلك إن في سماوات الأرض الآيات المؤمنين، يبقى لابد أن احنا نستفيد بذلك.
وطبعا كما مرت علينا الآيات الكثيرة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نتعبد لله عز وجل بعبادة التفكر. إزاي إحنا نتمم هذه العبادة؟ كيف أتممها؟ يعني كيف أنظر إلى ملكوت الكون من حولي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه التفاصيل عشان إحنا نقول الله أنا عاجز، إن في السماوات والأرض آيات المؤمنين. فين الآيات؟ يبقى دي كلها وردت مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نفكر؟ كيف ننظر في ملكوت الكون من حولنا؟ كيف أقلب البصر؟ ومع تقليب البصر في آيات الله سبحانه وتعالى لابد أن تشعر بهذا الرقي الإيماني. يبقى المنسوب الإيماني كده بيرقى ويرتفع، وإذا ارتفع المنسوب الإيماني يبقى هيرتفع أداء هذا الإنسان. وفي خلقكم، يبقى بترشد العباد كده إزاي نفكر، إيه الآيات؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى أنا في نفسي، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يبقى الآيات بتبين لنا كده أنظر لإيه، يعني أنا أقلب نظري في إيه. فهذه تنظر في نفسك، وهذه الآيات أهي كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى تنظر في هذا الملكوت حتى في طعام الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يبقى على ذلك هنجد كيف أنظر، كيف أقلب البصر. يبقى دي كلها آيات، قلنا شهيد على وحدانية الله عز وجل، على قدرته، على عظمته. وبالتالي كلما أنا أقلب البصر مع هذه الآيات كلما أشعر بهذا الرقي ورفع المنسوب الإيماني. والمنسوب الإيماني كلما ارتفع يبقى بيرتفع الأداء في المقابل، لأن كل مسألة مسائل الإيمان لابد أن تقابل بعمل. يبقى ما ينفعش كده دي مسائل إيمانية درسناها عرفناها وادي انتهت علاقتي بعد ذلك، لا، ده احنا الايمان ده يبقى اتاكد واطمئن انه قد غرس غرسا في قلبي. وارى بقى ده غرس ولا لا، هنرى من خلال السلوكيات. السلوكيات دي تدل على ما وقر في قلوبنا من ايمان، ولو في خلل يبقى في خلل في هذا الايمان، لابد من تمتينه ولابد من تقويته وايضا اعاده هذا الغرس في القلب. يبقى مع الغرس الصحيح هنرى سلوكيات منضبطة وسلوكيات صحيحة. خلل في السلوك يبقى خلل في الأصل أساسا، يبقى خلل في الميزان. قلنا يبقى كما بينا قبل ذلك زي الإنسان ما بيزن كده يبقى موزونات، بيزن هذه الموزونات. والله لو كان الميزان الأساسي اللي احنا بنزن عليه فيه خلل، كل الموزونات دي فيها خلل، كل الموزونات. يبقى كل الفرعيات دي فيها خلل كنتيجة للخلل في الأصل. يبقى دي أرشدت وجود خلل. نعمل ايه؟ يبقى احنا لابد ان نمتن ونقوي هذا الايمان، لابد ان انا اطمئن فعلا. يبقى دي بذور كده، هل قلنا بنصر البذور كده على ظهر الارض وانتهت؟ لا، ده احنا بنغرس هذا الغرس، بنغرسه غرسا، من غرس غرسا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شو من غرس غرسا. يبقى غرس كده احنا بنغرس كل مساله بنغرسها، وادي التربه بتاعتها القلب، هو يبقى دي التربه اللي احنا بنغرس فيها، ده المحل. وبالتالي هذه مسألة غرسناها، والمسألة الثانية غرسناها، يبقى احنا بنغرس اهو. وأثر هذا الغرس، طب غرس بالصورة الصحيحة ولا لا؟ هشوف السلوك المقابل. يبقى كل آية بترشد كده، أو كل مسألة مسائل الإيمان بترشد طبعا لا أو لا مقابل لها أثر لابد أن نراه في ظاهر الإنسان. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يبقى هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، ونحن الآن ما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو الحق، يعني ربنا سبحانه وتعالى الحق وقوله الحق سبحانه وتعالى. وإلا لو أنا ابتعدت عن هذا يبقى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما هو يا حق يا باطل. فإن لم أفعل هذا الحق يبقى أنت بتفعل في حياتك ولكن تفعل ذلك الباطل. يبقى أنا أفعل في حياتي، أنا أعمل، الكل بيعمل، حتى الكافر بيعمل، المؤمن يعمل والكافر يعمل والمنافق يعمل، كل دي أعمال، يعني كل دي أعمال، ولكن أعماله إما أن هي وفقا لذلك الباطل أو وفقا لذلك الحق. يبقى كل الأعمال دي هتوصف إما أن هي صحيحة أو أنها باطلة، وهي ترى صحيحة لأنه اتبع الحق، باطلة لأنه اتبع الباطل.
يبقى حاجة من الاثنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، وعيد شديد من الله تبارك وتعالى لكل أفاك أثيم، اللي هو الإنسان اللي بيرتكب دايما هذه المخالفات، وبالتالي بيعتمد الكذب لأنه بيتبع الباطل. فيعني لو كان بيتبع الباطل يبقى هيعتمد الكذب في قولي في فعلي في حياتي. ويل لكل أفاك أثيم، سم مخالف دوما لكلام ربي سبحانه وتعالى ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حاله ده هو؟ عشان ويل لكل أفاك أثيم، لو وقفت لغاية كده خلاص سم ممكن يبرئ نفسه من ذلك. لكن مين ده الأفاك الأثيم؟ يا ترى ايه سلوكياته؟ يعني ايه سلوكياته؟ يسمع آياتي لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. قابل بقى الكلام ده بايه؟ بالتولي والإعراض. يعني إذا نادينا هذا الإنسان فأمرناه أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى ولا معرضا، يعني ولا كده وأعرض كأن لم يسمع هذه الآيات، يبقى ده طبعا صورة الاستكبار، مستكبر. يعني هذا الإنسان مستكبر. قلنا كما أنت تنادي على الإنسان يا فلان فنظر إليك ثم تركك ومضى، يبقى إحنا بنصف السلوك ده إيه؟ ده مستكبر كده، يعني يحقر من شأني. يعني وإلا هو استمع ونظر ثم مضى، ثم مضى كأن لم يسمع، كأن لم يسمع. يبقى دي صورة كده، ده سلوك المستكبر أهو. يبقى هو قال إن هو مستكبر، لا ده السلوك بتاعه هو الذي من خلاله قلنا أنه وصفناه بالاستكبار. ليه؟ لأن سلوكه دل على ذلك. قلنا كحال المنافق، هذا منافق، يبقى إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عهد غدر، إذا خاصم فجر، يبقى ده حاله كده. يبقى إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف، يبقى دي سلوكيات كلها سلوكيات، وعد بوعد ثم أخلف. طبعا ده دأبه، دأب هذا الإنسان. فنقول فلان ده منافق. هو قال إنه منافق؟ لا، وصفناه إحنا من فعله من سلوكياته. وكذلك ويل لكل أفاك أثيم، مين الأفاك الأثيم؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. بيتعامل يعني كيف بيتعامل؟ بكبر مع آيات رب سبحانه وتعالى، مستكبر كده عن قبول، على قبول الحق، عن قبول الحق ده، يعني تراه كده. وبالتالي خلي بالك من الاستكبار العملي، ما هو أنا لما بسمع الآية وبالتالي بعد ذلك لا أفعل لا أطبق، هذا استكبار عملي كده. طب لماذا لا تفعل؟ طب لماذا لا تطبق؟ إيه المانع؟ فيش مانع، فيش حاجز. أما الحاجز يبقى داخلي، يبقى اللي منعني ده في مانع داخلي. وإلا لماذا تمتنع؟ يعني لماذا تمتنع؟ الأمر يعني ميسور غير مكلف للإنسان، هناك طاعات كده غير مكلفة للإنسان، تحتاجش إلى جهد حتى ولا مشقة. ولكن يا ترى ايه اللي بيمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ يبقى في حاجز داخلي في امر، وبالتالي انا اخشى على نفسي. قلنا لان الكبر بيصد الانسان دايما عن قبول الحق. طب فين الكبر ده؟ هو شيء احنا بنلمسه كده؟ لا، ده اساسا ده حاجه في النفس، حاجه في النفس، مش حاجه ملموسه كده. احنا بنلمس الكبر ده من خلال السلوكيات، لكن اصلا ده مش ده كده، يعني مثلا نقوله ده ملموس، لا، ده الكبر ده احنا بنلمس الكبر من خلال التصرفات. قلنا زي الداء اللي بيصيب البدن كده، فين الداء دهوت؟ اين ذلك الداء؟ احنا بنرى عرض هذا الداء، وبالتالي ده مصاب بكذا. عرف ازاي الكلام دهوت؟ يبقى من الاعراض اللي ظهرت على الانسان. وكذلك يبقى نقول فلان ده مريض بكذا، وصفناه مريض بكذا، وصفته ازاي؟ يبقى العرض اللي هو ظهر منه، يبقى قلنا ان فلانا مصاب بكذا. يبقى نقوله ده حال التسمم، يعني ظهر ازاي الكلام ده هوت؟ فحنجد ان هي الاعراض من خلال الاعراض. ده مريض بكذا، يبقى من خلال الاعراض. برضك ده مستكبر، عرفنا الكلام ده ازاي؟ ده منافق، ده فاسق، عرفنا من خلال السلوكيات. فلذلك الانسان احذر ان تكون مستكبرا، تسمع لايات الله سبحانه وتعالى وبالتالي ما كان منك الا التولي اعراض. اظهرنا كده الاستغناء، يبقى الإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده ترى إيه؟ كأن لم يسمعها حاله. يبقى في فرق فعلا ما بين أنا سمعت وأنا لم أسمع. إيه الفرق ما بينهم؟ في العمل، يعني أسمع أو لم أسمع،
أنا قبل ما أسمع المسألة دي أنا لا أطبق، لأن أنا مش عارفها، يعني مش عارفها. طب بعد ما أنت عرفتها يبقى لازم أطبق. أنا سمعت الآية ولم أطبق، يبقى حالي كحال الذي لم يسمع. يبقى الواحد يخاف على نفسه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يبقى بيحمل كده الكتب، المنهج كله حمله على ظهره، فهو حمل المنهج في صدره ولكن ما فيش تطبيق، فيش تطبيق. يبقى حاله كحال الحمار كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهنا الوعيد الشديد لمن استمع إلى آيات الله ثم كان منه التولي والإعراض كأن لم يسمعها. يبقى في فرق ما بين الأمرين، أي يبقى الفرق ما بين اللي بيسمع والذي لم يسمع، يبقى حيظهر في التطبيق. ما فيش تطبيق، يبقى الكل كأنه لم يسمع حتى لو سمع، لكن احنا هنعامله حاله حال الذي لم يسمع. لكن اللي سمع ومطبقش يبقى حاله كحال الذي لم يسمع، ولكن ده هيبقى ايه المانع؟ نخشى ان يكون الكبر حال بينك وبين التطبيق. فبشروا بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما لكم لا ترضون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. تعظيم الإنسان لله سبحانه وتعالى هنراه من خلال السلوكيات. نقول فلان ده معظم لحرمات الله، ده فلان ده معظم لحرمات الله. شفناه منين؟ شفناه من السلوك. يعني ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله، يبقى ده السلوكيات كلها. انت قلت انا معظم شعائر الله، الكلام ده بنشوفه من السلوكيات. يعني الكلام ما ايسر ان انا اعبر بلساني، لكن لدى عزيز التعبير يكون بالسلوك. فده معظم لحرمات الله. وإلا ممكن إنسان بنراه يعني عنده خلق وعنده سلوك فيما يبدو لنا، ولكن إذا اختلى بمحارم الله انتهكها. فيبقى فين ده بقى تعظيم هذا الإنسان لحرمات الله؟ يبقى لابد أن أعظم حرمات الرب سبحانه وتعالى. إزاي؟ يبقى عن طريق السلوكيات. يبقى هذا حلال هذا حرام، يبقى أنا ببتعد عن الحرام. يبقى ده غش أبتعد عنه، دي غيبة أبتعد عنها. تعظيم الإنسان لحرمات الله ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا معظم لحرمات الله، وإلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. يبقى الإنسان لما يكون معظم لربه هنرى هذا التعظيم لله عز وجل من خلال تعظيم الإنسان لأوامره. لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يبقى ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، هم كانوا بينشغلوا طبعا بالدنيا والسلطان، ما هو ولا هيستفيد بالحاجات دي يوم القيامة، بل هيقول ايه؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهو كان يعني عنده نقول نهم شديد جدا في جمع المال، ويظن ان المال ده يعني كده هو حيزت له الدنيا والآخرة. لكن ده يوم القيامة هكتشف ان هو ما قبض الا على سراب. ما أغنى عني مالية، ده هيقول يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يبقى اللي هو كان بيتعالى بيه وتعاظم بيه. ممكن الإنسان بيغتر بماله، يغتر بجاهه، بسلطانه، بعشيرته، باغترار دي الدنيا كده، هي هذه الدنيا. ولكن أنت لا تأمن يعني إلى ما بين في يديك، ولكن أمن الإنسان أمانه كله مع رب سبحانه وتعالى. هذا هدى، يبقى القرآن هو ده اللي إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. هذا هدى، الكتاب ده هو ده كتاب الهداية. لو التمس الإنسان الهداية في غير ذلك الكتاب، يبقى نقول على ذلك هو مخادع لنفسه، بيغرر بنفسه. إزاي ممكن أجد الهدى في غير الكتاب والسنة؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ يعني كيف أكون أنا أحيد بقى عن الكتاب والسنة؟ لذلك إحنا بنحتاج نعود فعلا للكتاب والسنة، نعود للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هؤلاء هم الذين طبقوا ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي طبقوه. وبالتالي انظر بقى الصحابة ازاي فعلا ارتقوا الى هذه المنزلة وهذه المرتبة العالية. ده احنا بننظر كده للصحابة يعني كل حالهم كحال الجبال الشامخات. يعني وصلوا ازاي لهذه المرتبة؟ بالتطبيق بس.
يعني كل ما في مسألة ان هم طبقوا الكلام ده، هو اعتمدوا القرآن وطبقوا القرآن في جميع جوانب حياتهم. فكان ده المنهج، يعني ده المنهج اللي هم اتبعته الصحابة، وبالتالي كان هذا الرقي الشديد جدا للصحابة. الواحد بيراهم كده يعني كالجبال الراسيات الشامخات كده، تشعر واحد الصحابي كده ما واحد يتصوره يعني حاجة، يعني حاله كحال الجبل الشامخ كده الثابت. يعني وصل ازاي كده؟ كيف كان هذا الرقي؟ ولا عن طريق القرآن. مسألة كلهم ان هم خذوا ما اتيناكم بقوة، خلاص انتهت المسألة، يعني الامر مسألة منتهية عندهم، جدية شيء جدا في التزامين بالكتاب والسنة، وايضا التزام هذا السلوك الذي دلت عليه الايات. يبقى هذه الصحابة سمت الصحابة كلهم بيتفقوا على ذلك، ده حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كلهم بيشتملوا على تلك الصفات. كل ما في المسألة خذوا ما اتيناكم بقوة، قالوا سمعنا واطعنا، خلاص انتهت القضية. يبقى لابد من التعامل بقى بجدية مع الكتاب، دل على ايه، ارشد الى ايه، ارشد الى كذا، التطبيق الفوري التطبيق. بس دي نفوس مؤهلة، يعني دي نفوس اتربت كده بهذه التربية الإيمانية فأوهلت تماما كده الاستقبال والتطبيق بلا تردد. يعني مشوفناش الصحابة كده تتردد، طب تتلكأ في الأمر، لا ده على الفور الاستجابة الفورية. انت تقف كده تتعجب ايه الاستجابة الفورية جت منين؟ مهم التربية الإيمانية تربوا عن طريق القرآن، افعل فعلوا اترك تركوا، ده خلق فاسد تركوه، ده خلق يعني فاضل يعني يشتمل عليه يمتثل لذلك الخلق، ده كان الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي وصلوا، نعم هذا هو الجيل القرآني، الجيل الذي تربى عن طريق القرآن. ازاي عملوا ايه؟ كانوا بيطبقوا الكلام. يبقى هذا هدى، خلاص فين الهدى؟ في القرآن والسنة. المطلوب اتبع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص المنهج على طول بيحدد. ادي احنا بنقوله منهجنا الكتاب والسنة، بس فين انت الواقع بتاعك؟ ده بعيد عن الكتاب والسنة، الأقوالك دي بعيد عن الكتاب والسنة، أفعالك بعيد عن الكتاب والسنة، سلوكياتك بعيد عن الكتاب والسنة. فين بقى منهجك الكتاب والسنة؟ منهج الكتاب والسنة يبقى أنا أعلن ذلك وأطبق ذلك الأمر، أتبع ما ورد في كتاب ربي. ليه؟ لأن أنا عارف لا أصل أبدا إلى الجنة إلا من خلال سلوكي للطريق المستقيم. الطريق المستقيم ده لا يرسم أبدا إلا عن طريق القرآن، القرآن فقط هو اللي بيرسم لنا الطريق المستقيم. لو الإنسان كده يعني بعقل، لا يعني لا يمكن أبدا نصل بعقولنا، لكن ده العقل ده أنا بأسخره لكي أتعلم كيف أتعامل مع الكتاب والسنة. يبقى أنا عقلي ده بستعمله بس بعد ما أعرف الأمر، يبقى عقلي كده يرتب لي إزاي أنا فعلا أطبق ذلك الأمر بلا انحراف. هذا هو ده القرآن بيتكلم عن القرآن. يبقى القرآن ده، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، كل جوانب حياتي كلها أساسا مش هنجد فيه جانب كده يعني مغفول، لا كل جوانب حياتنا يبقى هنجد إن هي يعني كيف أطبق هذا الأمر في هذا الجانب. كل ده موصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى وبتفاصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية التطبيق يبقى ده أمر ميسور تماما، يعني أنا مش هنحتار أبدا أطبق الأمر ده إزاي. انظر كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أنه بيّن لنا كيف نطبق يعني ما ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي أو سنة صلى الله عليه وسلم. أن ليه كان خلقه القرآن، أي كان مفعلا لما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هذه التعريف بالرب سبحانه وتعالى، وبيعرف العباد بنعمه عشان ده يكون الأمر مؤكد داخل نفسه. من هو الله عز وجل؟ هو الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. بنستخرج منه حلية، بنستخرج منه لحما طريا، ده البحر بيحملنا، بننتقل من عشان ننقل من مكان لمكان، يتم نقل المتاع. يبقى دي من نعم رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل سخر لنا الفلك وسخر لنا
البحار. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الريح الطيبة التي تسير من خلالها هذه السفن على في البحار. ده بالإضافة أن البحر ذاته نستخرج منه حلية وبنستخرج منه اللحم الطري لنا فيه لتبتغوا من فضلي، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تشكرون. المقابل عشان نشكر، يعني ادي النعم اهو، اشكر بقى. فين الاداء؟ فين بقى شكر النعم؟ وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، كل شيء مسخر لنا، كل ده لنفع الانسان، ده لنفع انا. يبقى لماذا سخر الله عز وجل لنا الكون؟ لنفع الانسان، كل ده لنفع الإنسان، ولكي أيضا يسر له القيام بهذه المهمة التي خلق من أجلها. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. العقلاء فاهمين الكلام ده، هم العقلاء، وبالتالي سخر الله عز وجل لنا ذلك مسخر. يبقى هي وإلا يعني ممكن الإنسان الدابة دي لو لم يسخرها لنا ربنا سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نركب على ظهرها، يعني لا ما استطعنا ذلك. يعني وهذا البحر يعني إن يشأ يسكن الريح فظلنا رواكد على ظهري، إن أسكن الريح هتجد السفن دي على البحر كده فقط. وإحنا كما ذكرنا قبل ذلك، واحد لو أخذ قطع قطعة كده من الحديد المصنوعة منه السفينة ورميناها في البحر كده غاصت، أمال السفينة؟ طب دي يعني ده أنا قطعت قطعة منها، يبقى من باب أولى إن السفينة المكونة من حديد تغرق، لكن لا دي محمولة بتسخير الرب سبحانه وتعالى. سخر الماء أن تحمل السفن، وسخر لنا السفن دي، وسخر لنا الريح عشان تجري هذه السفن عليها، وإلا إن يشأ يسكن الريح سبحانه وتعالى فظلنا رواكد على ظهري ما من غير حراك. فدي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، سخر لنا ذلك، وإن كل ده مسخر لنفع الإنسان، وده كل ده مسخر لكي ننتفع بذلك ونستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، لكي نقوم بالمهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، من أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الخلق والصبر على أذية المشركين. كل الذين آمنوا يغفروا، يبقى فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا خلق، يبقى ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قل الذين آمنوا، ده سلوك المؤمن، ما هو الإيمان ده بيجب عليه سلوك، يبقى ولذلك المؤمن ترى عنده حسن الخلق. ليه؟ ما هو المؤمن بيأتمر أمر ربي، يعني يكفي كده، خذ العفو وأمر بالعرف على الجاهلين. يبقى ده إيه اللي هيدفعني أنا فعل الآية دي؟ الإيمان، وفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت وأتبع سيرة الحسن محمد وخلق الناس بخلق حسن. يبقى أنت ليه بتتخلق بالخلق الحسن في المعاملة مع الناس؟ ده من الإيمان، الإيمان هو اللي بيأمرني بكده، إيماني بيحركني إلى ذلك الأمر. يبقى ليه أنت أساسا عندك حسن خلق وليس عندك سوء خلق؟ يبقى لأن الإيمان هو اللي أمرني، الإيمان يحملني على ذلك. يبقى الرجل المؤمن يفعل ما يتعلم، يبقى خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى مين اللي هيطبق دي؟ المؤمن. لكن أنت تنتظر من المشرك أن يطبق ذلك؟ لا، وخلق ناس خلق حسن، مين اللي هيطبق الكلام ده؟ المؤمن. قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، يعني ما تنتبهش وأذيت هؤلاء ما تجعلكش يعني تنحرف أبدا، ولا تعامل هؤلاء بهذه المعاملة، يعني إن كان هو بيسب بيشتم أو بيستهزئ بيزدري، هذا ليس من خلق المسلم، وأعرض عن الجاهلين. وإذا خطبوا الجاهلين قالوا سلاما. منهج، عندنا منهج، أنا عندي منهج بيحكمني، بيحكم التصرفات بتاعتي، لا أقابل السيئة بالسيئة. وبالتالي إن سبك شتمك وانت صائم إني صائم، استعلاء، بتستعلي بالإيمان على أمثال هذه الأمور، وأعرض عن الجاهلين كلام، خلاص أعرض منهج، منهج التعامل مع الجهلاء السفهاء. يبقى واحد بيتسفى علي، واحد بيهزريني، واحد بيحقر بشأني، بيستهين بي، ماذا أفعل، كيف أفعل؟ القرآن بيعلمنا أنا ليا منهج، أنا كمسلم ليا منهج في منهج التعامل مع هؤلاء، أعرض عن الجاهلين، خلاص المسألة قضية منتهية تماما. يبقى تخيل منهج التعامل مع الجهلاء، يعني قال لك أعطاك القاعدة، قاعدة أعرض عن ده جاهل، أنت تبقى جاهل زيه
لا، ايه الفرق بينك وبينه؟ يبقى ايه الفرق؟ الرجل المؤمن ده في فرق بينه وبين غيري، يبقى هؤلاء جهلاء سفهاء، يبقى انا لا انزل ابدا الى مرتبه السفاهه ولا الجهاله كهؤلاء، ولكن انت راقي كده استعلاء، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ايمان كده يخلي لسان ما يصدرش الناس ابدا، ترى خلق المؤمن التواضع، لكن هو بيزدري المعاصي، بيزدريها كده، وبالتالي هنجد ان هو بيعلو، واستعلاء الايمان بايمانه على امثال هذه الامور. قل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بيننا وبينهم ايه؟ الاخره. هذا اليوم هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. وعموما من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليه، ثم الى ربكم ترجعون. وما ربك بظلام للعبيد ثم الى ربكم ترجعون فيجازي العباد حسب ما قدموا من اعمال. والله اعمال صالحه لا ينتفع بها الا انت، اعمال سيئه لا يضر بها الا انت، وما ربك بظلام للعبيد. تذكر دائما، يبقى عندي حافز محرك لي عشان اعمل عمل صالح، على رجاء ان احنا هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هيفصل بين العباد ويجازي كل عبد على حسب ما قدمه. كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشور. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم تاتي الايات تتكلم عن نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل. وقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة لكتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.